في كتير طب في الحياه وفيها ناس وطرق تبان مفروشه وارد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحه وطريق الخلاص عند المسيح. اصل المسيح هو الحياه مساء الخير على حضراتكم جميعا، مساء القوة والبركة والخير وكل حاجة حلوة لكل شخص بيشاهدنا النهاردة، ولكل شخص هيكون معانا بمشاركاتكم بمحبتكم بصلواتكم بدعمكم بكل حاجة. يا أهلا بيكم من كل بلاد العالم، من خلال التلفزيونات، من خلال السوشيال ميديا، من خلال الويب سايت بتاعنا www.atvsat.com، من خلال كل حاجة من وسائل الإعلام حضراتكم بتشاهدونا من خلالها. مساء الخير على كل واحد عايز يسمع كلمة ربنا النهاردة. أمين. مساء الخير على كل واحد عايز يعيش كلمة الله. أمين. بالحق والحقيقة، عايز يكون لي علاقة مستمرة مع ربنا. أمين. عايز يكون لي شركة أو خلوة فردية معاه كل يوم. أمين. ويسمع منه ويستقبل ويذهب يبشر عنه ويكرز باسمه. أمين. يا أهلا بيكم في حلقة جديدة من النهضة الروحية اللي موجودين معاكم النهاردة خامس يوم مع النهضة الروحية، مع مشاركاتكم الجميلة، مع كل حاجة حلوة انتوا بتصلوا لنا كمان لقلها، واحنا كمان بنصلي لكم من خلال الهوا. يلا بسرعه روح على الفيسبوك واعمل شير على من خلال قناه الطريق القبطيه لصفحتك، علشان جمع كبير من الناس يكونوا متواصلين معانا النهارده، وكده انت بتقدم كل الحب ليهم والمشاركة الفعلية والمحبة الفعلية، بأن ممكن يكون صاحبك أو صديقك اللي هيشاهد البرنامج يبقى محتاج صلاة، يبقى محتاج قوة لحياته اللي جاية، يمكن حاسس شوية فشل، حاسس بيأس، حاسس بضيق، حاسس بحزن، فأنت بتساعده علشان يكون بيشوف الحلقة النهاردة ويستمتع بكلمة ربنا، ومن خلال كلمة ربنا هيوصل له كله سلام وفرح وأمان وسلام في حياته. عشان كده يسعدني النهاردة يكون مشرفنا في استديوهات قناة الطريق النهاردة جانب القس الفاضل والغالي على قلوبنا جميعا، القس إلي كرم، وهو راعي كنيسة الراعي الصالح في قبرص. يا أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أخت رانيا. أهلا شرف فيك. كبير أنه أنا أكون موجود معكم، وانه استثمر وقتي هيك انا موجود بامريكا انه نشارك كلمه الرب مع محبينا بالمحطه الكريمه الطريق. فبشكرك، بشكر دكتور جوزيف نصر الله، ونعلم مجده علينا جميعا يرى. واحلى وقت واحلى حلقه اليوم باسم يسوع، باسم يسوع، لانه الرب عطيني 6 ملايين فكره، فكيف بدي اطلع بس هال 6 ملايين فكره بهالدقائق المعدوده. بس خليني بلش بايه الرب حطها على قلبي. كنت عم تقولي شيء، بقول طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. مين يعني المساكين بالروح؟ طوبى للشحادين الروحيين، يعني اللي واحد بيبقى ناطر بركه، كلمه جديده،
مبدأ جديد يتعلمه، فكرة جديدة يقول أوف هيدي جديدة أنا ما بعرفها تعلمتها اليوم. قال هول اللي بيبقوا ناطرين كلمة جديدة من الرب. يس. قال توبة، قال لهم ليه؟ قال لي أنا لهم ملكوت السماوات. أمين. حي كلمات جميلة جدا، طوبى للمساكين بالروح لأنه لهم ملكوت الله. حاجة جميلة جدا اللي هم الأساس بيقول دلوقتي شحاتين، يعني عايزين يكسبوا ملكوت الله، مساكين بالروح، يعني كل غايتهم اللي هم يقربوا لملكوت الله، يقربوا لربنا، كل هدفهم وكل امنيتهم في الحقيقه. انت مشرفنا النهارده يا سيدي، انا مسرور بوجودي معكم. ربي يبارككم. ثانك يو. باسم يسوع صرت ربحانين كذا غدا وعشاء يا عم على هالمقدمات الجميله. بعد شوي حفكر في عندكم غير متكلم. ربي يباركك. ده يعني زي ما بيقول من فضة القلب يتكلم اللسان. عشان كده بكل قلبي انا النهارده مع المشاهدين ومع حضرتك، وحقيقي احنا بنحبكم قوي، عايزين نكون بنوصل لكم كلمه ربنا بالحق والحقيقه. أمين. علشان تكونوا انتوا واخدينها في حياتكم، وتجيبوا كمان من خلالها ثمر كبير. أمين. في نفوس كتير بترجع لربنا. عشان كده النهارده موضوعنا بركات الله لنا وكيف نحصل عليها. أمين. بركات الله لنا وكيف نحصل عليها. تعالوا بسرعة بسرعة بسرعة، أنا بفكركم مرة تانية علشان ما تنسوش تروحوا بسرعة تعملوا شير من خلال قناة الطريق القبطية لكل أصدقائكم وحبايبكم، علشان يكونوا بيشاهدوا معانا حلقة اليوم، واحنا منتظرين مكالماتكم واتصالاتكم واي طلبات صلاه احنا معاكم. عايزينك تصلي لنا اسيس في بدايه الحلقه. أمين. عشان الرب يملى أمين. المكان بوجوده وبحضوره. أمين. امين. يا رب نتفق اختنا رانيا وانا وكل المشاهدين، لان احنا مش عم نحضر برنامج، عم نكون كنيسه على الهواء، عم نشارك كلمتك على الهواء. يا رب نتحد مع كل المؤمنين بكل الأماكن اللي عم يحضرونا فيها، بنصلي أنه تتمجد الآن يا رب، لأنه بنعرف لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحك رب الجنود. نحن يا رب بدنا نوصل كلام من عندك لكل قلب، لأنك أنت تغيث المعي بكلمة، فامسحنا بروحك القدوس يا رب، وكون أنت المتكلم من خلالنا، لأنك أنت وعدت لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم يتكلم فيكم. تكلم منا بنبوات، بكلام علم، بكلام تشجيع يا رب، لكل واحد عم بيتابعنا. اللي بده شفاء اعطيه شفاء، اللي بده سد احتياجات ماديه، اللي بده معجزات يا رب خارقه، نشكرك لانه انت ما زلت هو امس واليوم والى الابد صانع العجائب العظام، وانت اللي بتصنع معنا ايات وعجائب من اجل بر المسيح وحده. نعطيك المجد لانك اعطيتنا جميعا كل قلوبنا، بركتنا، بركت البلاد، بركت أمتنا العربية والبلاد المقيمين فيها، الولايات المتحدة وفي كل مكان آخر، كل الجنسيات اللي بنحملها. بركتك على كل مكان، نرسل كلمتك ونعلن شفائك ومجدك باسم يسوع. أقبل شكري، بارك كل من حبه ومنفكر فيهم كمان باسم يسوع. آمين. آمين. باسم الرب يسوع. آمين. هنتكلم النهاردة عن بركات الله لنا وكيف نحصل عليها. أمين. عايزين نقول ماذا تتضمن هذه البركات؟ هل بركات مادية، بركات جسدية، بركات روحية، بركات أمين. نفسية، أم هي؟ أمين. هي إذا بدك all the above، كلهم سوا، بس تتضمن كمان معاملات الله من خلال العالم الخارق لحياتنا. يخلينا الله نذوق القوات الدهر الآتي كمان، هاي من بركاته له، يحمينا بملائكة وبطرق معجزية عندما الناس تريد أن تقتلنا وناس تريد أن تهددنا. يرسل ملائكته لك يحفظونك. مشان هيك قال له المسيح، قال له الشيطان للمسيح، قال له إذا أنت كنت ابن الله ارمي حالك عن الجبل، لأنه مكتوب يوصي ملائكته بك على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك. فكمان من بركات الله إلنا، من أهمها كمان أنه معاملاته الروحية ودخولنا إلى عالم روحي تاني أقوى بكتير من هذا العالم الموجود اللي نحن فيه، عالم الملائكة كمان. يعني نحن لا نسجد للملائكة، ولكن الله سخر ملائكته لحمايتنا لرعايتنا. متى إذا نحن نظرنا إلى هذه الطاولة ما منشوف عليها شيء غير هيدول، بس إذا جبنا ميكروسكوب وضربنا الميكروسكوب على هالطاولة
بنلاقي عالم من الجراثيم والبكتيريا عايش على هاي على هاي، يزوجون ويتزوجون، عالم تاني مش شايفينه نحن. قال ولكن الله يباركنا ويفتح لنا ونرى عالم تاني. هلا كثير ناس ما بتعرف شو يعني ملاك، مثل الولد اللي عم بيقول لأمه ماما شو يعني ملاك؟ قالت له انسان له جوانح، عمره 5 سنين الولد، قال له جوانح بطير. ليه عم تسأل هيك؟ قال له انا سمعت البابا عم بيقول لها للخادمه اللي عندنا يا ملاكي يا ملاكي بس ما طارت. قالت له هلا بتطير. انه عم بيتغزل بالخادمه اللي عندهم. بدي اقول لك ايه، لا الملائكه شيء حقيقي يتعامل معنا ويظهر لحياتنا ويلمسنا، امين؟ ويشجعنا ايام من خلال الملائكه. المسيح اجت ملائكه صارت تشجعه. لمن بيقول عنه قال له يا ابتاه ان امكن فلتعبر عني هذه الكاس ولكن ليكن لما ان اريد. بعدين اجت ملائكه شددته، بس شددته الملائكه قال بصفته ابن الانسان، قال هلما نمضي لان خلص ابن الانسان ماضي بالطريق، فتشجع ومشي. احد الاشخاص مثلا كمان كي بيشجعنا الله ايام لما نوصل لوقت من الياس من محاربات ابليس كثيره، يشجعنا بطرق خارقه للطبيعه. مثلا بولس طلعوا الى سماء ثالثه وفرجيه عالم الروح وفرجيه الكلمات لا يسوغ لانسان انه يتكلم فيها. احد الاشخاص الخدام ترك الخدمه بسبب انه وقع بالخطيه، ولكن ظهر له بحلم ملاك معه سفر كثير كبير وصار يفرجيه ويقلب له بهالصفحات ويقول له انت بهذا اليوم عملت عمل جيد للرب، وانت بهذا التاريخ عملت عمل جيد للرب، وبهذا التاريخ عملت عمل جيد للرب. لمن قرب على مطرح اللي هو وقع بالخطيه فشاف صفحات بيد فخاف هو، قال له شو هيدا؟ قال له هوليك شو انت عملت للرب، هول شو الرب عمل كرمالك. الرب محى خطايانا، لم يعد يذكرها فيما بعد، شجعه الى انه عاد الى الخدمه. هي قصه حقيقيه. فالله كمان يحمينا. بتعرف قديش الناس بيجربوا يأذوك بيجربوا يأذوك، مش عم بيلعبوا. ابليس جاء لكي يقتل ويسرق ويهلك. اذا انت بعدك طيبه لانه الرب نجاك من هذا الحادث بطريقه معجزيه، مش بطريقه سهله. احد الخدام طبيب، هو امريكاني، قصه مضبوطه، راح يخدم بافريقيا، ويوم من الايام لانه الطرقات هناك صعبه راكب على الدراجه تبعيته، شاف اثنين عم يتخانقوا مع بعض فمدممين بعض، وراح عالجهم ساعدهم ويعني طبب لهم جراحهم وكمل بطريقه. بعدين عرف، قالوا له هول الاثنين نحن لمن انت طببتنا وشفنا معك ادويه واشياء ومعدات ان هي اشياء ثمينه، قررنا نروح نقتلك ونسلب منك كل هالاموال والمعدات. قال بس لما نحن رحنا شفنا معك 26 شخص، من هو 26 شخص؟ كان هيدا الدكتور عم بخبرهم بامريكا للكنيسه تبعيته. عم بيقولوا قالوا لي هيك، بس قال لهم انا الطبيب عم بيقول انا ما كان معي حدا بس هن شافوا معي 26 شخص. وقف راعي على الكنيسه قال لحظه، انا بيوم من الايام ذكر التاريخ هو، قال له بهذا اليوم انا حطك الرب على قلبي وعيت بالليل ودعيت الى اجتماع وصلينا كرمالك، من فضلكم كل اللي كانوا موجودين بهذا الاجتماع اللي صلينا للطبيب المرسل يوقفوا، وقفوا طلعوا 26 واحد. واو. قال شو؟ الله يحميك. مشان هيك قال اضاف اناس ملائكه وهم لا يدرون. قديش ايام الرب يبعث لك شخص انت بتفكروا انسان على طبيعي بس انه بعد شوي بتلاقيه اختفى. عالم ما عم بحكيك شيء بدي خوفك، لا لا، بس انه الله يحمينا من خلال الملائكه. والرب وعد، صحيح انه ابليس انه سقط وسقط ثلثين الملائكه معه، بس عند ثلث الملائكه اسف، بس ثلثين الملائكه بعضهم معنا، ولكل ملاك بحاربك في ملاكين بيدافعوا عنك. مشان هيك قال لمن جيحزي وعي على بكره وشاف انه الاعداء مطوقين المنطقه كلياتها، اجا لعند جيحز، اجا لعند اليشع قال له يا سيدي يا سيدي مطوقينا، الاعداء مطوقينا. قال ولكن اليشع صلى قال له افتح يا رب عيني هذا الغلام ليعلم ان الذين معنا اقوى من الذين علينا. والنتيجه شو؟ فتح عينيه شاف
مركبات من نار مطوقة كل الأعداء. هللويا. وأمر إنه كمان إنه وضربهم بالعمى. وشو كمان؟ جابهم قال له الملك إسرائيل، قال شو بقتل بضرب؟ قال لا، اللي بتضرب اللي بتلقطه أنت بتقتله. قال ولكن عمل لهم مائدة، فتح لهم عينيهم، طعميهم، رحب فيهم، والنتيجة قال رجعوا إلى بلدهم، تركهم سالمين. ولك من الحضارة من أيمتى؟ مش مثل ما عم نشوف اليوم كيف بيعاملوا الأعداء، حتى بيعاملوا الأخوة كيف عم بيدبحون، عم بيشقفون بعالمنا وبأمتنا المؤسف. قال ولكن تركهم وصار في سلام. أمين. ولكن مين أنقذوا؟ لأ أليشع. قال جيش من الملائكة. حتى المسيح اللي من إجا بطرس عم ضربه لمالخص، قطش له دينته، هو كان عم يقطش له راسه، ضربه فزاح هيك فطارت دينته، بس هو كان بده يقطع له راسه. قال له رد سيفك الى مكانه، ما كان فيي انا اطلب، وشفى له دينته لمالخص. قال له ما كان فيي اطلب من ابي شو؟ قال 12 جيش من الملائكه. يعني جيش الي و11 جيش لكل واحد منهم، لانه يهوذا كان خانه. قال 12 جيش من الملائكه، اذا واحد من الملائكه قتل 185 الف من الاعداء بالعهد القديم، فكم بالحري انه جيش من الملائكه. فالله يحميك، ما تخاف. امين. الله يرسل الرب معك ملائكة. امين. الله يرسل ملائكه. امين. خليني اخبر قصه حقيقيه حصلت بامريكا اللاتينيه من فتره، من كم سنه. علق بمنجم 32 شخص بالمنجم، وقعدوا حوالي 30 يوم تحت الارض، وبلا مي وبلا اكل. كل العالم قالوا هول بعضهم عايشين بمعجزه، كل الصحف كتبت عنهم بعضهم عايشين بمعجزه. ولكن لما طلعوهم بطرقه معجزه، رجعوا الرب طلع عمل طريقه وطلعوا، سالون قالوا انتم كيف عشتوا 32 شخص عشتوا حوالي الشهر اذا مش اكثر بلا مي بلا اكل، كيف عشتوا؟ قالوا لهم كان يجي كل يوم ملاك يجيب لنا اكل ومي تحت الارض. واو. مثل العالم قالت لا، هيدول فقدوا عقلهم لانه بقيوا 30 يوم تحت الارض. لا يا خي، الله قال يوسي ملائكته بك. من بركات الرب لك، قال انه يحميك، ما تخاف اليوم، ما تخاف اليوم. بيقولوا لك تقارير انه هيدا الجنين حيسقط باسم يسوع، مش رح يسقط. يا اختنا لليام بنصلي لانه كمان انه الرب يشجعها وبحبل ويثبت حبلها كمان، بنقول لك مش رح يسقط باسم المسيح. الله هو حتى قال ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. الله بذاته مش بس ملائكته يحميك، الله حالل في الوسط وهو يحميك. امين. امين في اسم يسوع. الرب يحمي ولاده. امين. بيبعت لهم ملائكه. امين. عايزه اشارككم ببعض الاختبارات، بس هحكي اختبار دلوقتي حصل لي. افتكرته دلوقتي لما الاسيس بيتكلم، بيقول بيبعت ملائكه عشان يريحوك او يكونوا معاك او يكونوا حواليك عشان يسندوك. اتذكرت وانا في رحلتي مره للاردن، وانا راجعه الطياره حصل فيها عطل او ما رضتش تطلع عشان الويزر كان وحش، فقعدنا حوالي 3 ساعات في الطياره. وانا افتكر هذا الاختبار العظيم، هو كان فيه تعب شويه لكن الرب ارسل فعلا ملائكته علشان يحمينا. امين. صدقني يا سيس، كان صعب قوي عليا لما كان 3 ساعات وقاعدين حوالي 3 ساعات في الطياره، وبعد كده قالوا لنا لا مش هنقدر نطلع بالطياره دلوقتي لان الوزر وحش، فممكن تنزلوا وهنبيتكم في هوتيل. مظبوط. وتاني يوم في نفس التوقيت هتاخدوا الطياره الثانيه. في ناس اعترضت، ويمكن انا كمان قلت لهم لا انا لازم اسافر دلوقتي، حاولوا تشوفوا اي مكان. قالوا في طياره رايحه على كندا، ديترويت، رايحه على ديترويت، ومن ديترويت تروحوا كاليفورنيا بعد عذاب طبعا. لاين كبير جدا، ناس كتير عايزه مصالحها طبعا هتتعطل لو بيت التاني، وعايزين يكونوا بيسافروا. انا من ضمن الناس اللي حبينا نكون بنسافر. وكأن الرب كان بعد الرحلة 12 يوم في الأردن يا سيس، ما بين خدمات وزيارات ولقاءات، كان الرب حابب يديني شوية راحة ريلاكس، لأن فعلا كنت تعبانة جدا. بس أنا قلت له لا يا رب، أنا عايزة أسافر، أنا عايزة أسافر، وأنا اللي صممت اللي أنا أسافر. وفعلا ركبنا طيارة ديترويت هنا في أمريكا، ولاية في أمريكا. وبعد ما ركبناها وتمام التمام ووصلت ديترويت، نزلت
هم طبعا هناك قالوا لي اول ما هتنزلي ديترويت هتلاقي كل حاجه تمام، وهتاخدي الطياره الثانيه لكاليفورنيا، والدنيا هتبقى ورد ورد وفل فل، وكل حاجه هتبقى مية 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 مية. بالظبط يا سيدي، كلمه مصر مية مية. انا نزلت لقيت العكس تماما. تخيلوا واحده يعني عامله بقى حاطه بطنها بطيخه صيفي، كل حاجه هتبقى تمام التمام، ونزلت ديترويت لقيت العكس تماما. مفيش ولا واحد في المطار، ولقيت كل حتى الابواب كلها كانت متسكره، بتاعت الكاونترز كلها متسكره مقفوله، وما لقيتش حد فاتح خالص. طيب يا رب اروح فين؟ وقعدت اصرخ لربنا اقول اروح فين يا رب اروح فين. وبالفعل قعدت اصلي، قعدت على الكرسي شويه كده وقعدت اصلي اقول يا رب من فضلك ابعت ملائكه ليا، ابعت روح القدوس يسندني يا رب، خليك معايا. وقعدت اصلي يعني بصراخ فظيع. فدنيا يا سيس لقيت حد بينظف. عارف الناس اللي بتنظف لوحدها كده، لقيت واحده بتنظف، فبقول لها انقذيني من فضلك، انا نزلت من كنت في الاردن وجيت وحصل امرجنسي للطياره، والطياره جت يعني المفروض توصل لكندا بس وصلت ديترويت، والوزر وحش، وانا دلوقتي لوحدي وعايزه اروح كاليفورنيا. ايه طب ثواني، دخلت جوه نادت واحده، انا بقى كنت في غايه التعب. تخيل يا سيس كل ده ما نمتش خالص، حتى في الطياره من كتر التوتر ومن كتر القلق ما نمتش خالص. فراحت جابت لي واحده، ناديت لي واحده من جوه، قالت في واحده كذا 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 وتعالي ساعديها. وفعلا طلعت الست دي قالت لي انت شكلك تعبان، شكلك مرهق، ايه اللي حصل؟ قلت لها كذا 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 كذا. قالت لي بصي انا دلوقتي هبعت لك، شوفي يا قسيس صدقني، قالت لي انا عايزاكي تروحي دلوقتي الهوتيل ريلاكس خالص، وانا هظبط لك كل الدنيا. هللويا للطياره الثانيه لكاليفورنيا، لان الرب فعلا بيبعت أمين. ملائكته أمين. دي حقيقه، هيدي صدقني بيبعت ايام ملائكه بشكل بشر. راحت اتصلت بالشخص اللي هيوديني الهوتيل تبع المطار، ودخلتني الاوضه هناك وريحت، وكان الرب بيقول لي انت ما كنتيش عايزه تاخدي ريلاكس في الاردن، طب انا هديهولك هنا. وبعت ملائكته فعلا، وحسيت قال لي الساعه 7:30 كانت بتتصل الصبح بيا، طبعا كانت الساعه 9 بالليل، واخده كل دوت راحه نشكر الرب، وفطرت في الهوتيل وكل حاجه تمام، لقيتها بتتصل بيا بتقول لي انا رتبت لك طياره لكاليفورنيا. امين 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 حقيقي امين. الرب الرب صالح، أمين. هو أمين. ده الرب بيعطينا نعم فيفرز، هيدي من معاملات أوي. من بركاته لنا قوي. بيعطينا يعني نعمه بعينين الناس. مثلا بيقولوا لك بالانجليزي A day of favor is better than a lifetime of labor. يعني يوم من النعم الإلهية أفضل من حياة من الشقاء والتعب. مثلا أعطيك مثلا تصديقا على كلامي، اللي من أنا جيت بدي هلا جددت دفتر السواقة مثلا، تذكرت فجيت أنا بدي جدد دفتر السواقة وبعدني جديد بالبلد، وكنت أنا بسوق على ميلة ثانية، فالرب قال لي شيل الكتاب المقدس من الشنطة حطه ورا، شلته حطيته ورا. اجا شاب برم السيارة، بعدين طلع بالسيارة قال لي أنت مؤمن؟ قلت له إيه أنا قسيس، كيف عرفت؟ قال لي شفت الكتاب المقدس ورا وأنا مؤمن كمان. قلت له آه كثير منيح. قال لي يلا روح. قعدنا نحكي وعم خبره عن الإيمان، وخبرني عن أمه كيف انتقلت عند الرب، وطلع بيحكي فرنساوي كمان. قال لي لأنه أمي أنا يعني بتحكي فرنساوي. والنتيجة عملت كذا غلطة، قال لي بتعرف اللي عملته هلا بيأدي انك انت تسقط الامتحان، بس كملت. واو. انا كملت، طلعنا على الفري واي، طلعنا وانزركنا بين كميونين، وهو خاف وانا تلبكت، ما معود على هلا لليوم حس هالكميونات الكبيره لما بمرق من حدا شوي بجرب اتجنبها، اروح على لين ثاني على صف ثاني. فهو تلبك شوي، وبرضه جاي مطرح عم بعمل يمين انا على الاحمر، قال لي شو عم تعمل؟ قلت له عم بعمل يمين. قال لي ما قريت هونيك؟ انا ما عارف، انا مفكر كل امريكا فيك تعملي يمين على الاحمر. قال لي ما قريت هونيك نو تيرن اون ريد؟ ما في. قلت له سوري ما عم نحكي نحن، ما انتبهت وكذا، قاعدين فايتين بالحديث. وصلنا على، رجعنا على المكان الانطلاق.
قال لي ليك بدي اسالك سؤال. قلت له شو؟ قال لي انت صليت للامتحان؟ قلت له انا شكرت الله اني نجحت. قال لي كيف بتعمل هيك؟ ما حدا بيعرف النتيجه غير الله وانا. قلت له ايه بالايمان شكرته انه انا اخذت دفتر السواقه. قال لي شو بتعمل اذا قلت لك سقطت؟ قلت له نشكر الله هللويا. قال لي سقطت ولازم تاخذه مره ثانيه. قلت يا عمي غريب هلا قاعدين عم نحكي معه اصحاب وحبايب اصحاب وضلوا قاعد بالسياره وانا عم بقول له بالايمان بشكرك يا رب لان نجحت بشكرك يا رب لان نجحت. بعدين طلع فيي قال لي بتعرف شو؟ قلت له شو؟ قال لي نجحت. قلت له نجحت؟ قال لا ما نجحت انا نجحتك. قلت له شكرا شكرا. هيدا لانه كمان من يومين امبارح جبت الدفتر الجديد. هيدي مش هلا صارت، هلا عم جددها، هيدي صارت من كذا سنه. بتلاقي الرب بحط بطريقك ناس يس. ما بتعرفهم بيساعدوك، يعني بتقول عن جد هول ملائكة بيستضيفوك بالغربة، بيكونوا محسنين إليك، بيوقفوا حدك. يمكن أيام جارك الجار قبل الدار، بتلاقي جارك صار صحبة معك وأهلك بعاد، لم توقع بمشكلة بيركض بيساعدك يس. فالرب بحط لك من بركاته إلنا. كل مرة بده يباركنا يجلب ناس مثل الملائكة، وكل مرة بده يحمينا بيأخذ ناس بدها تزعجنا. فخلينا نكون منفتحين لبركات الرب لما يجيب ناس الى حياتنا. قال يا رب انت جيب اللي بدك اياه، ولما بيقول لك انا بدي اشيل لك شخص من حياتك نكون كمان مستعدين انه هو يزيل ناس من حياتنا. امين في اسم يسوع. معنا بعض التعليقات وبعض المشاركات حابين نكون بنقولها معاكم. اطلب صلاه من اجل عائلتي. حبيبتي الغالية رانيا الرب يباركك، مساء الخير، الرب يبقى خدمتك. أخي قص إلي، أنا أريد صلاة هلا من أجل حسيب، نفس الكومنت أو نفس المشاركة، محتاجين صلاة. أمين. أريد صلاة من أجل هند شحادة، هي تعمل غسيل كلى، الرب مد يده للشفاء. هللويا هللويا هللويا، مجدا للرب يسوع. ابونا اذكرني دائما بصلاتك. اسمي فلورانس، ربي يباركك، ربي يباركك. انا اريد الصلاه من اجل يبارك خدمتك يعني اخي المبارك دكتور الي كرم، ويستخدمك بقوه لمجد اسمه، وتاتي بثمر كثير. امين في اسمك يسوع. بشكر الرب من اجل كل الناس اللي بتعمل لنا لايك وبتعمل لنا شير ودايما معانا، ناس كتير قوي محبوبين. امين. تحب تكون بتصلي امين هيك هنصلي للناس للناس. خلينا نصلي لك. اذا انت مريض حط ايديك مطرح المرض. كل مين كمان نحن بنصلي لاصدقائنا للفريندز وفريندز اوف فريندز على الفيسبوك وعلى الانستغرام، بنصلي لهم كمان بركه عليهم. ارفع ايديك يا رب، منصلي اذا عندك اي احتياج، واذا انت مريض حط ايدك مطرح المرض. يا رب منصلي باسم يسوع انك انت ترسل ملائكتك يا رب، ونرسل كلمتك تلمس الجميع، تشفي الجميع اللي عندهم ضيقات يا رب، افرج ضيقاتهم، لانه انت اللي بتعزينا. مكتوب عندك كثره همومي في داخلي، تعزياتك تلذذ نفسي. وصفت يا رب امتنا وضغوطات الحياه وظروف الاقتصادية الصعبة وظروف مخاوف من كل جهة، كرب أمم في حيرة، نحن في تقلبات كثيرة في أمتنا والعالم. فمنصلي أنه أنت تسود باسم يسوع على قلوب الجميع بسلام المسيح الذي يفوق العقل. منصلي يا رب نتنبه شفائك على كل أمراض بالسرطان. في امرأة أنت كمان اسمك ليلى، عندك ركبك بيعبوا مي يا ليلى، يسوع شفاكي، انت حاطه ايديك على اجريك، يسوع شفاكي الان باسم يسوع، صار فيك تحركيهم بدون مشاكل باسم يسوع. في امراه اسمك منى، عمرك 57 سنه بالضبط، حاسس لك انه في شخص من بتعرفي من ايام الدراسه عم يجرب يرجع يدخل الى حياتك وانت متزوجه، بتقول بس هذا صديق، انتبهي انتبهي من هذا الشخص لانه حاسس انه حيسبب لك مشاكل عائليه كبيره، انتبهي منه. انت بتعرفي عن مين عم بحكي. يا رب منصلي باسم يسوع نتنبا شفاء على كل امراض بالعيون. في شخص عندك شبكه العين قايلين لك لازمها عمليه لانه عندك مشكله بشبكه العين، بس انت الرب شفاك، حيعملوا لك ارجع فحوصات ويقولوا لك ما بقى شيء، ما بقى بك شيء باسم يسوع. يا رب منصلي بنتنبا على حبل سريع،
نتنبأ للناس اللي بدهم أشغال إنه خلال أيام قليلة يا رب ياخذوا أشغال أحسن باسم يسوع وبمعاشات أحسن باسم يسوع، ترفيع للجميع. في امرأة أنت كان لازم تاخذي منصب ترقية ولكن عطوا الترقية لبنت ما بتستحقها وظلم. بدي أقول لك يا طولي بالك لأنه الرب حيرجع يرفعك إلى مكان أكثر بكثير، والشخص اللي عطى هيدي الترقية لهداك الشخص بدون استحقاق حيزول من الشغل وانت حتاخذي محله كمان، فالرب حيرفعك ترفيع اكثر. خلي عينيك عليه. نشكرك يا رب لانك اعطيتنا جميعا سائل قلوبنا، بركتك ورد دمك على الجميع. بنقول لك يا ابليس ارفع ايدك، كل احلام شريره، كل احلام مزعجه تحارب الجميع تزول الان باسم الرب يسوع المسيح. والجميع قال امين 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 امين. بدي كل اللي سوري كل اللي يعطيتهم الكلام العلم هلا وبيقولوا لي هذا الكلام كان لي، ما بدنا نعرف شو، بس قولوا لي هذا الكلام لمسني، اذا لمسك او لمسك هذا الكلام بعثي لنا على الفيسبوك قولي هالكلام عني لي شيء، ما بدنا نعرف شو، ما بدنا نقول شو هو، بس قولي هذا الكلام عني لي شيء، بس اشهد انه الرب كلمك من خلال هالكلمه. امين في اسم يسوع. صدق في كل نبوه اتقالت دلوقتي. امين. صدق وامن وثق في الهك لان الهك اله مستحيلات. امين. يقدر يكون بيغير كل شيء لاجلك، بيغير كل مصير الحياه الاكل لاجلك، عشان كده صدق فيه وخليك دايما معاه. امين. في كل مشوار حياتك. امين. قول يا رب خطواتك يا رب تسبق خطواتي. امين. وارادتك ومشيئتك يا رب في حياتي انا راضي بيها. امين. في اسم يسوع. شخصيات في الكتاب المقدس غير مؤمنين لكنهم صاروا عظماء. امين. منلاقي كمان انه الله اخترانيا كان بهمه يعمل من الانسان المشي شيء. يعني مثلا منشوف ايليا ما كان مسموع فيه، فجاه صار ايليا طلع ما بنعرف منين اجا، بلش يعمل ايات وعجائب وقال لهم لا مطر الا عند قولي، وحجب السماء ثلاث سنين صار معروف. بس ايليا من شعب الرب، من يعني من نسل ابراهيم. ولكن اذا نظرنا الى مثلا نعمان السرياني، نعمان السرياني ما كان اممي، ما كان اممي، مش يهودي، مش اسرائيلي. كان قائد جيش سوريا بوقتها، كان قائد والنتيجه كان قائد جيش ولكن كان عنده مشكله انه كان ابرص. البرص عند الشعب الاسرائيلي كان نجس، بس عند شكله بسوريا ما كان نجس، فكان نجس ولكن كان قائد جيش. يعني كان ابرص، يعني مبين البرص عليه، ولكن كان قائد جيش. بنشوف انه الله جابه لهذا الشخص الوثني وعمل منه يعني مثال وعمل منه رجل عظيم، صار رجل عظيم بالايمان. بنشوف مثلا المسيح قال بايام اليشع كان في كثير برص ولكن لم يشفى، حتى المسيح رجع ذكره بالعهد الجديد، قال لم يشفى الا مين؟ قال نعمان السرياني من البرص. ما شفي غير على ايام اليشع بس واحد شفي، وما كان اسرائيلي، كان اممي مثلنا نحن. بتقولي لي طيب كيف حصل على معجزته؟ هو جاب سبو كانوا من بني اسرائيل، شعب، وجاب هو بنت صغيره وحطها بالبيت عنده تخدمه. والنتيجه هالبنت الاسرائيليه حبت اعدائها، حب شكله انه هو عملها بحنيه وبلطف، فهي حبته وقالت لسيدتها يا ريت سيدي بيوقف قدام النبي اليشع باسرائيل بيلمسه وبيشفيه، اله اسرائيل بيشفيه. والمعجزه انه يقال انه بالرغم من عظمته قائد جيش، قال سمع لامراه، واحد اخذ قبل نصيحه امراه، واثنين قبل نصيحه بنت صغيره. ومع انه ما بنعرف من هي هالبنت، ما انذكر اسمها، ما بنعرف شيء عنها، ولكن دخلت التاريخ من الباب العريض. وما تقول انا بدي اكون كبير لالله يستخدمني، قال لا يستهن احد بحداثتك، هيدي بنت صغيره كانت بركه لكل سوريا ولكل الامه. مثلا بنشوف لما وقف نعمان السرياني امام الجيش تبعه معافى مشفي، كلهم سالوا مين هيدا؟ والكل عرف انه اله اسرائيل هو اللي شفاه. ولكن مين كان السبب؟ انه هيدي البنت حكيت بشرت.
بولس قال إن كنت أبشر ليس لي فضل لأن الضرورة موضوع علي، ولكن ويل لي إن كنت لا أبشر. بدي أقول لك إيه، يسوع ما زال يشفيني إلى أنا، يشفي كل واحد منا. ياما نحن بنمرق بمطاري، حتى أنا كنت مرقت بمراحل قل الحياة، ما بقى كانت حياتك بخطر، ولكن الرب اللي بيشفينا، الرب اللي بيجددنا مثل النسر شبابنا. الرب حتى بيعطيك حكمة، بتلاقي الحكيم هو بيقول لك أنت كيف عرفت إنه عندك مشكلة؟ بيقول لك نحن عملنا لك فحوصات طلعت كل مني أنت كل شيء تمام، كيف أنت عرفت؟ الله ينجينا. وهذا الرجل الأبرص بنشوفه كمان كان رجل عظيم. ليك ما في شخص اللي ذكر لي شخص بالكتاب المقدس كان عظيم ما كان معطاء. ما في اللي شخص مين ما كان يكون بالكتاب المقدس كان رجل عظيم ما كان معطاء، كان سخي في العطاء. فهو راح وحس عمل عمل ايمان انه بده يشفى. شو اخذ معه 7 كيلو ذهب و320 كيلو من الفضه، يعني باكثر من مليون دولار هدايا اخذهم معه. وكان مستعد انه كمان يدفع ثمن، عمل عمل ايمان وراح عند ملك اسرائيل اللي هو عدو الشعب السوري بهداك الوقت. فقال له اشفيني. قال الملك شو اشفيني، هذا جاي يتجسس الارض، شو مين انا خزة؟ مين عرف اليشع؟ قال له بعته خليه يجي. والنتيجه اجا، واجا بتوقعات خاطئه. شو قديش انت ايام توقعاتنا بتفشلنا. هو قال كان جاي متوقع انه اليشع يجي ويمسحني بالزيت ويمسحني ويحط ايده علي ويصلي علي باسم الرب. قال ولكن اليشع ما عمل ولا شيء هيك. قال له روح اغتسل بنهر الاردن 7 مرات وساعتها تبرأ. هو زعل قال بدي فل، شو ما عندنا بسوريا انهار اكثر واحلى من نهر الاردن. اجا بده يفل، ولكن ليك معاشرته قد ايه بتلعب دور. وانت لما بتكون عندك دور وقرارات مهمه انتبه لمعاشراتك، معاشراتك ممكن تطلعك او تنزلك. مثلا اجا واحد قال له ولو يا سيدي، قال له لو اذا طلب منك شيء صعب ما كنت عملته، طلب منك تنزال 7 مرات تنزال. بنشوف مثلا ابنه لسليمان الحكيم، لما اجا ملك ابنه لسليمان الحكيم اجوا الشيوخ قالوا له الشعب قال له خفف الضرائب عنا. فسال الشيوخ قالوا له اسمع للشعب، الشعب عم بيقول لك خفف الضرائب، خفف الضرائب ساعتها بحبوك وبيخدموك. سال اصحابه الشباب قالوا له لا بي كان قاسي عليكم، انا حكون اقسى وانا حزيد الضرائب. والنتيجه بسببه وبسبب مشوره الاصحاب الجاهلين تبعوله انقسمت مملكه اسرائيل، راحوا صبتين بميل وعشره اصباط بميل. انقسمت المملكه بكاملها بسبب مشوره خطا. والكتاب بيقول طوبى للذي لم يسلك في مشوره الاشرار. انتبه من الاراء اللي بتاخذها، لمين بتروح لما بدك مشوره؟ طلب من رجالات الله. قال وفي طريق الخطاة لم يكف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين وورقها لا يزبل وكل ما يصنعه ينجح. والنتيجة نزل 7 مرات. كل مرة الله بده يعمل معك معجزة بده يعطيك تعليمة، بده يفحص إيمانك كمان. اذا انت هلا بدك معجزه، نحن ما بنشتري المعجزات، معجزات بالايمان، ولكن الله يكرم الايمان. قل له يا رب انا بدي ادعم هالمحطه هلا وهي التقدمه بدي ادعمها، لانك انا بالايمان بحتفل انه انت استجبت لي الصلاه واعطيتني المعجزه. اكان بشغلك بدك معجزه، بتقول لي انا شغلي على شفير الهاوي، جرب الرب. احد رجال الاعمال كانوا عم بيكتب مكتوب يعمل تقدمة 500 دولار لمؤسسة خيرية. اجي خبر قالوا له الباخرة اللي فيها البضاعة تبعيتك غرقت. قال لهم تعوا هاي 5000 لان هلا وقت نزرع أكثر. هل صرنا مصيبة لازم نزرع أكثر. والنتيجة هيدا قلت لك نعمان السورياني الرب دخلوا التاريخ وذكروا بالعهد الجديد وصار له اسم. وكمان هو كيف الرب لمسه، أول شيء نزل 7 مرات لما شاف حاله شفي ما فل ورجع على سوريا. انا شفيت مثل البرص العشره 9 فلوا ما رجعوا. بنشوف اللي عم بيرجع في كل مره كان واحد سامري واحد سوري هو رجعوا. رجع عند اليشع قال له
إلهك حي بليز إقبال الهدايا ما كان يقبلها، قال له روح ما بدي ليه تيقول له إنه الخلاص مجاني. بعدين حس بقلبه بتبكيت بقلبه، قال له ليك أنا الملك بيتكل بسوريا علي وبيتكل علي لنفوت لنعبد للآلهة الوثنية، بس أنا بعرف إنه ما في إله حي غير بإسرائيل، وأنا بدي إياك تعطيني حمل دابة دابتين حمل تراب تروح ابني مذبح، لأنه بعرف إله إسرائيل هو الإله الحي. فلما انا فوت مع الملك حتى يفوت يعبد للآلهة الوثن، بليز سامحني بترجيك سامحني على هالخطيه، قال له روح الرب يباركك. بتلاقي انه الرب لمسه اخذ تغييرات جذريه، عرف انه الرب هو الله. وبكره حنشوفه بالسماء لنعمان السرياني. يعني الرب عمل منه من انسان وثني عابد وثن ابرز، عمله قائد جيش ناجح مشفي، وصار خادم للرب لأنه قبل خطة الله لحياته. وأنت إذا بتقبل خطة الله، الله يعمل منك إنسان عظيم، إنسان ناجح، أمين، إنسان رائع لمجده، أمين في اسم يسوع. عايز تكون إنسان ناجح، قبل خطة الله في حياتك، ما تتزمرش، لكن دايما خلينا تحت إرادة ومشيئة الرب. يعني أنا فخورة جدا بكل كلمة حقيقي من كلمة الله بتتقال لينا، ويا رب نكون بنعيشها أكتر وأكتر في حياتنا. تعالوا بسرعة نخرج بالفاصل اللي جاي واستنونا، راجعين معاكم ولكن بعد الفاصل. وانا لما هاجي واشوفك
اسمي على كفوفك فك الأسر وحقك لحررني إن كنت ضعيف قويني إن كنت حزين عزيني إن كنت خاطئ اكرمني واشفيني المسني بسلطانك وريني مجد جلالك واغمر قلبي بحنانك ورويني إن كنت ضعيف قويني إن كنت حزين عزيني إن كنت خاطئ مني واشفيني البسني بسلطانك وريني مجد جلالك ورجعنا لكم مرة تاني بعد الفاصل والترنيمة. أنا محتاج لمسة روحك تشفيني وتقويني وتحررني. أمين. يا رب أنا عايز إيديك يا رب تكون ماسكة في إيديا كل الأيام الجاية. أهلا وسهلا بكم من جديد وبعد الفاصل، ومشرفنا في الاستوديو جناب القس الغالي الفاضل القسيس إلي كرم الغالي كلنا على قلوبنا جميعا. شكرا. أهلا وسهلا بيك قسيس إلي، منورنا في قناة الطريق. وانتوا كلكم غاليين علينا، ربي يباركك. انت ودكتور جوزيف جاوزك وعائلتك وكل مشاهدينا الكرام احبائنا، ومنصلي لكم دايما ونفكر فيكم دايما، ربي يباركك. ان بالكنيسه او اللي بنعمل البرامج وفي كل مكان، يعني انتوا مثل عائلتنا الكبيره، بنحبكم عن جد ومنصلي لكم دايما. ده حقيقي. أمين. حضرتك شخصيه رائعه جدا قسيس إلي، وده بنعمته. شهاده فعلا بنعمته، ده حقيقه. أمين. شهادة يعني احنا بنقولها قدام كل المشاهدين، ربي يقودك ويبارك. أمين. حياتك Thank كل you. خطواتك في كل خدمة انت بتروحها. أمين. في اسم يسوع. أمين. عايزين نعرف أكتر عن مواصفات الخادم أو المؤمن الناجح. سؤال المؤمن صعب ولا سهل؟ لا 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 منيح. منيح. المؤمن الناجح والخادم الناجح والقائد الناجح بيفكر بطريقة مختلفة عن البقية. احدى الشركات ارادت انه تحط مسؤول بالشركه عندها، فاجاهم اعداد كبيره سالوهم سؤال. قالوا له اذا انت معك سياره بتسيع لشخص واحد حدك، وانت عم بتسوق تلاقيت بامراه عم بتموت كبيره بالعمر، او بصديق بحبك كثير وضحى كثير كرمالك، وهو بحاجه كمان لمواصلات، أو البنت اللي بتحبها أنت وبتحب تتعرف عليها واقفة على الباص، على محطة الباص عم تنتظر الباص، مين بتطلع معك من هول الثلاثة؟ فالأغلبية قالوا يي أنا بطلع العجوز اللي عم بتموت. بعدين الناس قالوا يي لا أكيد بطلع أنا لأنه بحبها للبنت، بطلع البنت، شو بدي بالبقية؟ بس اللي أخذ الجواب قال لهم أنا إذا طلع قدامي مرة عم بتموت أو صديق اللي أحسن كتير إلي بحاجة لمساعدة أو البنت اللي بحبها، بعطي سيارتي للشاب صديقي يلي ساعدني كتير، بقول له روح خود هاي المرة العجوز إلى المستشفى وأنا بنتظر الباص مع البنت اللي بحبها. فطريقة التفكير قال هيدا اللي أخذ الشغل. بدي أقول لك طريقة التفكير مختلفة. مثلا نعمان السرياني كمان كان عنده طريقه مختلفه، بيقول انه يعني فكر انه يروح عند اعدائه، حتى تصور ناس ما بتفكر بهالشيء، راح جاب طلب رساله من الملك تبعه وقال له اعطيني ورقه للاعداء، يعني اذا بدك اذن بدخول ارض الاعداء، اذن بدخول ارض الاعداء. فطلب من الملك والنتيجه راح عمل شيء غير متوقع. وكل مره انت بدك تعمل شيء، بدك تحصل على نتيجه جديده، بدك تعمل شيء جديد. ما فيك تعمل كل الاشياء اللي بتعملها دائما وتتوقع حصاد مختلف. اذا بتضلك تعمل بدك تغير حتى تحصل على محصول اخر. فهو كان اول شيء كان عارف انه عنده مشكله. ياما ناس خاصه الرجال اللي بيكون عندهم مشاكل زوجيه، بيروح حدا نقول لنا ناخذ استشاره عند القسيس او كذا، بتروح المره لوحدها، ليه؟ الرجال انا ما عندي مشكله، انت عندك مشكله روحي. الرجال انا ما عندي مشكله، بس هو هيدا لا، اعترف عندي مشكله، انا عندي مشكله برص. واحد اثنين
كان حابب التغيير، قال انا بدي اتغير. طالما انت كمان اذا بدك تكون قائد بدك تحب التغيير. بيقولوا لك الناس ما بتحب تغير، ما حدا بحياته بحب يغير غير الولد مبلل حاله، هيدا بحب يغير، ما تبقى بحب الروتين. يعني الولد اللي عامل تحته اسف يعني قال هيدا بحب يغير، بس غيروا لي الحفاض تبعي. بس ما تبقى من الناس بتحب كل شيء روتين، بتتجنب التغيير، عايشين على الرواق، بلدي بلدي طنطا وانا احب اعيش وانطا على على المصري. كلنا هيك بنحب النمط هيدا. قال ولكن لا، هو كان زلمه بحب التغيير، كان كمان امين مع سيده. بيقول عنه الكتاب انه كان امين. الامانه ضروري لكل واحد انه يكون امين. لانه المسيح قال من يعرف كثيرا ولا يعمل شو؟ قال يضرب كثيرا، في مسؤوليه. بدك تكون امين باللي بتعرفه، امين باللي بتعمله. هو كان امين لسيده، ليه؟ لكن ممكن هو يكون قائد، يكون الملك، ما هو كان بيقدر يعمل انقلاب على الملك تبعه ويصير هو القائد، ما هو اعلى قوه، ما هو قائد جيش، ولكن كان خاضع للملك تبعه، كان محترم، ما جرب يقيمه للشخص الاعلى منه، لا لا، خضع له واحترمه وعمله بكل احترام. قديش نحن بدك تكون قائد ناجح بدك تتعلم تحترم الاعلى منك، تخضع للي احلى منك. الكتاب بهمه الخضوع. قال الرجل راس المراه صحيح، بس منه يعني سيد على المراه لا لا، ما فيش حاجه اسمها السيد. امين. قال الرب ابدا، قال اخضعوا بعضكم لبعض. سبمشن، شو معنات كلمه خضوع بالانجليزي؟ سبمشن يعني خضوع، الارساليه تبعيتي تبع لجوزي. هيدي هي السبمشن. مشان هيك الكتاب قال المرة بتقول خليني خليه هو يحبني تا انا اخضع له، وهو بيقول خليها تخضع لي لانا احبها. الكتاب المقدس بيقول بالاول لا لا، انت بدك تكون قائد لبيتك، قائد لعائلتك، بدك تحب مرتك. قال ايها الرجال، قال لهم ثلاث مرات احبه. قال حب زوجتك ما تحب مرتك، جارة مرتك وصاحبة مرتك. قال حب زوجتك ولا بتحب جارتك. قال ايها الرجال احبوا نسائكم. قال له ثلاث مرات، ما قال له ولا للمرة، ولا مره للمراه حبي، لانه المراه بطبيعتها هي مثال الحب. اذا نظرنا الى امنا يعني الحب الصافي هي الام، والعطاء رمز العطاء. شو هال يعني بتضحي كرمالها، عن جد مستعده تموت كرمالها. حتى بتلاقي بالطبيعه، بتلاقي مثلا بالقطط الذكر ممكن ياكل بزينات المرأة، بتنقلهم من مكان لمكان، الأنثى يعني بتنقلهم من مكان. كنا بمكان كنت مسؤول بمدرسة لتدريب الخدام، كان احترق بالقسم من المبنى مش على وقتي، بس لقوا لسنونه الأماية نايمة على أولادها واحترقت وهي عم تجرب تحميهم. واو. رمز الحب. مشان هيك ما طلب منها تحب. كوريا الشمالية هربت امرأة مع طفلها الصغير. قال بدها تهرب لوين؟ إلى كوريا الجنوبية. ولكن صار في عاصفة، فهي شلحت ثيابها ولفت ابنها واحتضنته، ماتت هي وضل الولد طيب. قال أنا مش فرقانة معي، المهم البيبي. سمعت عن قصة مضبوطة كمان، إنه هيدا رمز الأم، رمز التضحية. هي حامل بكذا شهر وطلع معها سرطان، فقالوا لها لازم تنزل البيبي لحتى نقدر نعالجك بالسرطان. قالت له طيب اذا انا مريضه شو ذنبه البيبي؟ قالوا يا عم ما بنقدر، بينتشر المرض. قال ما فرقانه معي، طالما انه البيبي بيكون منيح انا مش فرقانه معي. والنتيجه ولدت الولد وماتت هي، وكان على قلبها مثل العسل، ضحت بحياتها. يعني ليك منا حب. اذا قلنا الام، قال مثل ما بتقول شعرائنا، قال اعمل لها تمثال يلي تيبت قلبها فائت الخيال. ايوه قال بعمل لها تمثال. عن جد كل امياتنا وكل حتى شركاء حياتنا يستحقوا كل اكرام. متى انا بسافر وبترك اولادي ثلاثه ومرتي بالبيت وكل شيء والبيت ماشي، بس اذا انا بسافر اذا مرتي غابت ساعتين البنات بصيروا يشدوا شعرهم بعضهم، البوبي الكلب اللي عندنا بصير يعوب القلب لك يا عمي على مين تركينه. يعني بتلاقي انه الام عندهم قدرات احسن منا. يعني هن تعمل يعني نحن قدامهم 50 حاجه في وقت واحد، لكن الراجل
بس جاست فوكس حاجه واحده. اكيد ما هيدي مشهوره القصه انه الرجل يفكر بشغله وحده بينما المراه اذا نظرنا الى المراه بتبقى عم تحكي على التليفون وعم تعلم اولادها الدرس وعم تطبخ وعم تلبس بذات الوقت والحديث ماشي وعم تعمل 50 شغله عم تجهز اولادها يلا وهي عم تحكي على التليفون بينما الرجل بيبقى عم بيحكي على التليفون مرته عم تقول له شيء بشيل التليفون ما شايفتيني عم بحكي ما بيقدر يركز ما شايفتيني عم تقطشيه لانه نحن معودين نفكر بشغله وحده بينما النساء نحن قدامهم بربع عقل قد ما عندهم قدرات هيدا انا بعترف فيها يعني الرجل امام قدرات المراه ربع عقل مثلا بيقولوا لك انه المراه مثلا مشان هيك ايام بتفكر ب 500 شغله بذات الوقت تبقى مثلا بوقت مع حميم مع جوزها بتقول له ليك دفعت فاتوره الكهرباء هلا وقت الكهرباء والمراه بيبقى راسها عم بفكر ب 500 شغله بينما الرجال بحب يركز قال مشان هيك بيروح الرجال يركز على شيء وعنده صندوق ما يسمى الصندوق الفارغ مشان هيك قال شو بيروح بيقعد بالساونا مثلا شو عم تعمل مشي فضي راسي قال عبرك او رايح على الصيد بيقع ساعتين شو عم تعمل ناطر مشي بدي فروق راسي يا اخي هيدي الشيء المفضل عنده بينما هالنساء نشكر الله انه عندهم قدرات احسن منها ولا عجب انه اليوم نسبه بامريكا نسبه المتعلمات بالشهادات العليا من النساء اكثر من الرجال يعني الله يبارك المهم هيدا ما بيسبب لنا غيره خلينا نتعلم من بعضنا البعض ونتواضع لبعضنا البعض فطلب من المراه ان لا تحب الا خضعي طلب من الرجال ان حبها ولا اي مراه عندها مشكله تخضع لرجال بحبها مثل ما المسيح مات كرمالها المسيح. امين احبك مش مثل هيدا الرجل قال وقف هو مرته قدام ملك اجى الملك عرض عليه للرجال قال له ليك اذا تترك مرتك وبتعطيني اياها انا بعطيك 3000 جمل فالزلمه ما جاوب شوي بعدين قال له لا 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 بدي مرتي فمرتي لما اطلق سراحهم قالت له واو شو هالرجال انت حبيتني لدرجه ما ضحيت فيي ب 3000 جمل بس دخلك ليش وقفت ما اعطيت جواب بسرعه قال لك انت عم فكر شو بدي اعمل فيهم ل 3000 جمل وين بدي احطهم لا 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 قال اذا انت بتحب مثل ما المسيح احب المراه عندها خضوع تخضع والرب اوصى كمان الاولاد ايها الاولاد قال اطيعوا والديكم في الرب كمان بدنا نخضع لبعضنا البعض بدنا نخضع لكلمين اعلى منا اللي كان يتبارك ونعمان سرياني كان خاضع للملك سيد مع انه عنده قوه الجيش معه وكان بيقدر يقلبه قال لا هيدا كان يؤمن انه بشيء انه هيدا اعلى مني هيدا الملك هو اللي حطني انا بدي اخضع له والنتيجه ضروري نتعلم هيدا الدرس مش نتفلسف على القاضي الاعلى منا كل واحد بالشركه المدير تبعك لازم تحترمه تصلي له تشجعه ساعتها بتترقى مش تحكي عليه وتتذمر عليه كل مين اعلى منك الشغل ما بيعطوني مصاري كثير وكذا يا خي اترك روح شوف غيرهم ما دامك عم تتنق وتعامل بيجوا كثير ناس على امريكا من اخوتنا العرب الدولة والدولة والدولة بيبقى قاعد على الدولة بيعمل عمليات على الدولة بيقبض مصاري من الدولة وبيحكي على الدولة يا اخي مش عجبتك امريكا فل روح الى محل ثاني ارجع الى الهند ارجع الى الصين ارجع مطرح ما بدك بس ما فينا نشرب من البير وشو ونكب في حجارة بدنا نعترف بفضل الاخر بدنا نحترم الاعلى منا هو كان عظيم كمان لانه قانون العظمة ياتي من قانون خدمة الاخر لانه الكتاب المقدس بان من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكن اخر الكل وعبدا للكل فهيدا كان عظيم ليه عامل الجاريه مثل بنته عاملها باحترام لجاريه انت بتبين عظمتك كيف بتعامل الاخرين بيقولوا قال من انت بتطلع اصحابك بيعرفوا مين انت قال من انت بتنزل انت بتعرف مين اصحابك فخلينا نعامل كل الناس باحترام عندي احد الاشخاص مسؤول كابتن مسؤول بشركه كبيره رقم 3-4 بشركه طيران يعني من بين التوب 8 فيها باحدى البلاد كل مره هو فايت بالمطار بيسلم على الزبال وبيسالوا عن عائلته قال له الزبال قال له بتعرف انت الوحيد اللي بيحكينا من كل العالم موجوده هون بيسلم علي وبيسال عني
فانت عظمتك بتبين كيف بتعامل الاقل منك. فهيدا ما جرب يستعبدها للبنت، حبته قد ما عملها بحنيه واحترام، فعرف انه العظمه بخدمه الاخر. الله قال تحب قريبك كيف؟ كنفسك. ولبل كان عنده صفات مسيحيه، يعني الرب كان متعامل معه هاي عدوته، ما عملها كعدوه، قال هيدي جايبينها سبق، عملها كبنته. احبوا اعدائكم. اليوم بنشوف ببلد واحد الناس عم تقتل بعضها بقلب واحد، وبيقاتلوا بعضهم كانهم هن اعداء بعض، منهم شعب واحد او منهم اخوه، منهم من اليوم قبيله وحده بتبقى مقسومه على ذاتها. في ضروري كمان القائد يكون موحد، موحد قلبه، موحد فكره، كمان عنده اراء موحد. مشان هيك كمان رجل الله قال وحد قلبي لخوف اسمك. عرضة بهذه الحياه نتشتت، ولكن اذا بدك تكون خادم ناجح بدك تحط اولويات مضبوطه وتوحد كل طاقاتك في سبيل هذا الامر. اذا نظرنا مثلا الى مرتا ومريم، مريم كانت بتجنن، شو قاعده عند اقدام الرجل، ولكن بحسب اختها مرتا كسلانه. اجت مرتا قالت له ولو الا يهمك قول لاختي تركتني اخدم لوحدي، العالم عنا بالبيت شو بدهم يحكوا علينا. قال المسيح مرتا مرتا انت تهتمين وتضطربين لامور كثيره والحاجه الى واحد. يعني مثل ما قالوا اخر كان بيمشي حال صح مطبوله، مش ضروري تعملي 100 شغله. ايام قديش ايام بدنا نعزم حدا نتلبك لدرجه ما بنقعد نتمتع بشركتهم مع بعض. قال الحاجه الى واحد. اما مريم فقد اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منا الى الابد. امين امين. فهيدي الامور يعني بدك تحب التغيير، بدك تخضع للاعلى منك، بدك تخدم غيرك، بدك تحفظ الاولويات كمان. هيدي بعض الامور من اللي كانت عنده لنعمان السورياني. امين في اسم يسوع. امين امين. الرب يسعدنا النهارده نكون رجال بمعنى سواء راجل او ست، يعني أكيد رجال في الايمان. امين. وقاده ناجحين في حياتنا وخدام كمان ومؤمنين، نكون دايما ناجحين ولينا نجاح مستمر. أمين. سواء في حياتنا العملية أو أمين. العلمية. أمين. أو في حياتنا الاجتماعية. أمين. كل دوت لازم له طبعا في الأول والآخر اللي احنا نكون بنصلي وحاطين إيدينا، والحكمة مطلوبة كمان. أمين. يعني الحكمة مطلوبة أوي. أمين أمين. خلي في بعض مبدأ إذا بدك تقولي شيء أو لا، في طلبة صلاة هنا. أوكي. معنا جات لنا على الفايبر. سلام ونعمة الرب يسوع. أختي رانيا، ندى كوح، حصل لي صار مشان أختي حسيب وعائلة مشان الماما والبابا وكل عائلتي تقريبا. اللهجة اللهجة لبنانية أو حاجة كده. وكل عائلتي مشان خلاص النفوس، علشان خلاص النفوس، ومن أجلي أشكر تعب محبتكم في الرب يسوع، ويبارك خدماتكم ويحافظ عليكم. وسلام باسم يسوع. أمين. أختكم في المسيح ندى كوح. صلاة من أجل، في صلاة تاني، صلاة من أجل بيت عم عبودة وزوجتي مرنا وخليل وفليب وإلي، صلاة علشان أختي إيفا باسم يسوع. أمين. أمين الرب. معانا تليفون. طيب قناة طريق اللقاء الروحي. ألو. كل سنة وحضرتك طيبة دكتورة. أهلا بيكي. كل سنة وأنت طيبة حبيبتي. أهلا فيك. طيبة حضرتك. أرجو من حضرتك يا دكتورة صلاة حارة قوي قوي، يعني على الآخر. أنا بنت الرب من أسيوط، ان ربنا اتصلت بيكم قبل كده يحن ويمن ويدي بنتي ناس لصالح، لان هي تعبت في المواضيع دي خالص صدقيني، وما فيش عندها اي مانع، ولا هي ولا جوزها، وليها فتره كبيره بتاع 8 سنين وزياده، ولا هي ولا جوزها، وما فيش عندنا اي حد في العيله عنده تاخر انجاب خالص، ولا اهلها ولا اهل ابوها ولا اي حاجه، وتعبت في المواضيع دي صدقيني. وبعدين انا بصلي للمواضيع دي كتير، وكل الحبايب، وحضرتك اتصلت بحضرتك قبل كده وقلتي لها الرب هيكرمها ويديها الكلام ده، يمكن من 7 8 شهور. نفسي ربنا يمن ويسرح قلبها ويديها. امين امين. يعني الموضوع ده بصراحه ارهقني وضايقني، ومش عارفه اعمل ايه. عملت كل حاجه وما فيش، واللي معفرتني يا دكتوره ويعني بيخليني اشد، ان ما فيش اي مانع، ولا عندها ولا عندي جوز. طب ايه المانع؟
اللي يقول مثلا مأزية بأعمال شيطانية، بأعمال وحشة أسحار، اللي يقول دي مش عارفة مخضوضة، اللي فأنا محتارة مش عارفة أعمل إيه. أرجو الصلاة. أمين، هنصلي يعني لك وكل حرارة من أجلها. أمين في اسم يسوع. خليكي معانا ما تقفليش. في وقته يسرع به، في وقته يسرع به، لكل شيء تحت السماء لوقت. الولادة لها وقت، والموت لوقت، والفرح لوقت، والحزن لوقت، كل حاجة تحت السماء. لكن معانا الأسيس إلي هيكون بيتكلم معاك دلوقتي، وهنحطها تاني في الصلاة في اسم يسوع، ونسمع كل أخبار حلوة في الوقت الجاي. اتفضل أسيس إلي. بدي أخبر هذا الاختبار قبل ما أصلي، إنه الله يستجيب، ولكن ضروري نعمل عمل إيمان. كنت أنا عم بوعظ بهولندا، منوجه لتحية لكل خدام الرب هنيك، لخينا مارتن، أسيس مارتن. اجت مرة عراقية أرمنية قعدت وراي، قالت لي أسيس أنت أول برنامج مسيحي أنا سمعته. قلت لها أوكي، شو تعليقك عليه؟ قال صراحة أوريجينال. قلت لها شو يعني أوريجينال؟ لأن إحنا أسلوبنا منخبل بأسلوب سلس ومرح. قالت لي أوريجينال يعني صراحة نحن أرمن سريان أرثوذكس، بيحكوا كلمات يوناني واشياء كبيره ما بنفهم شيء، فانت لما حكيت لغه مفهومه ففهمناك. قلت لها في شيء مره الرب عمل معك معجزه من خلال البرنامج؟ قال ايه، مره انا سمعتك عم بتقول اللي بده ولد او بنت يشتري قطعه ثياب لصبي او بنت، فانا عملت عمل ايمان واشتريت وهيئت الاسامي. قالت لي وحبلت وولدت وصار عمر الولد 8 سنين. بعدين انا صار بدي ولد ثاني، رجعت عملت نفس الشيء، جبت ثياب لصبي وبنت وحبلت ببنت، بس ولدتها بالشهر الخامس. طلعت انه كلويها مش كاملين، ايدها اليمين مكسوره، كل الحكمه قالوا لي بدها تموت. قالوا لك انا ضليت صلي لها، والنتيجه روبي، بنت روبي عاشت، صار عمرها 2 ونص، ما بها شيء، احلى روبي بالعالم. الحكيمه بتلقطها بتقول لي اتس ميركل. بتقول لي هي معجزه. بدي اقول لك ايه، الله بده يعطي، الله بده يستجيب لكل مين عم يشاهدنا، ولك رح نصلي لك، للاشخاص اللي بدهم حبل من قرايبينك، ولكن خلينا نعمل عمل ايمان. بعدين ايام في كثير من مشاهدينا، خلينا نقول هيدا شيء بلغه اخويه، ايام لانه هي قصه الحبل كلها بتصير بالشهر ب 24 ساعه، فضروري انه ايام اذا بينجاب اللي بيعطي، انه المبيض عم بحكيكم كخي لكم، مثلا في كثير من البنات ما بيعرفوا فيها، بتجيب بتعطيك انه اليوم ممكن يصير حبل، اليوم ممكن يصير حبل، هذا كثير بتساعد. هذا الرب يعني منه ضد استخدام الاشياء الطبيعيه. ايام اذا الرجال بيسافر، ممكن انا ابقى 5 سنين عم سافر ومش عم تزبط، لانه كل القصه بتاخذ 24 ساعه. ايوه بهال 24. بينما لما انت بتحدد بتقول انا بدي اجيب، اعرف ايمتى مرتي بتقدر تجيب، تعرف الحبل عندها، بتستخدمها كثير بتساعد. امين. ايام هلك شعبي ليه؟ لعدم المعرفه، الامور البسيطيه. خلينا نصلي. عم اقول هالشيء ولكن انا ما في، ايام ابليس بيبقى المانع، فنحن حنجي ضده، ولكن خلينا نقوم كمان بواجباتنا نحن. امين امين في اسم يسوع. كل مين بده ولد، او بدك، اذا انت بدك ولد حط ايدي على بطنك، عمل ايمان. دي بنتها، هي دي الام. عرفت لبنتها، هي لبنتها، بس انا عم بحكي يعني لبنتك ولكل اللي عم بيتابعونا. قولي لبنتك، ما انا كل اللي عم بيتابعونا. مزبوط. إذا أنت عبدك أولاد حطي إيدك على بطنك، إذا أنت زوجتك حدك لأطلق إيدها واتفقوا مع بعض. يا رب منصلي من جديد كل روح عقم، ونتنبأ حبل سريع على كل مين بده، لأنه هي مشيئتك، لأنه أنت قلت أثمروا واكثروا وامرأوا الأرض، كل عنات يا رب تزول. منصلي أنت المسكن العاقر في بيت أم فرحانة، تعطيهم أولاد بكثرة باسم يسوع، وتعوض بتوائم وبثلاث أولاد كمان دفعة واحدة، مثل ما عملت مع الناس اللي صلينا لهم من قرايبينا. مجدك على الجميع يرى، نعطيك المجد لانك استجبت للجميع، وجعلت يا رب اللي عم يشاهدونا وصلوا بايمان انه انت يكونوا خلال اميات خلال اسابيع قليله من وقت الحبل، يحشوا انه هن صاروا اميات، لانه انت ستكمل كل عمل ابتداته معهم. صلاه كمان لاختنا ليليان باستراليا، بنعلن يا رب اعطيتها اولاد بكثره لمجدك في المسيح. امين امين امين. حبيبتي انت معانا لسه على الخط؟ خالص. الرب يباركك، ثبتي ايمانك، خلي ايمانك ثابت، خلي ايمانك ثابت حبيبتي، وما تشككيش ابدا
في وعد ربنا ليكي ان بنتك هتجيب بيبي قريب باسم يسوع. امين 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 في اسم يسوع. يبارك فيك. امين. بشكرك بشكرك جدا لاتصالك حبيبتي، الرب يباركك. امين في اسم يسوع. امين. انا مبسوطه قوي من ان الاحبه اللي بيتصلوا عندهم ايمان انهم أمين. بيتصلوا امين وواثقين ان الرب هيكون بيعمل معاهم حاجه أمين. ومعجزه امين في اسم يسوع في حياتهم. امين. حبايبي المشاهدين، عايزه اقول لكم حتى في اعاده البرنامج لو ما قدرتش تكون بتوصل لنا عشان نكون بنصلي معاك. امين. لكل احبائنا في امريكا وكندا في استراليا، من فضلكم عندكم البي او بوكس بتاعنا موجود دلوقتي على الشاشه، هستاذن المخرج يكون بيحطه لنا دلوقتي. لو عندكم اي طلب صلاه من فضلكم ابعتوا لنا طلب صلاه في جواب في ورقه قد كده، والورقه دي هناخدها وهنكون بنصلي علشانكم، وكمان هنبعتها للقس الي. امين. باسم يسوع يحطكم في الصلاه. امين. مره تاني لكل حبايبنا المشاهدين اللي موجودين في اوروبا او في امريكا او في كندا او في البلاد العربيه واتيفر، في اي مكان انتوا فيه تقدروا تكونوا بتراسلونا من خلال البي او بوكس بتاعنا، تتصلوا بينا. لو ما قدرتوش تكونوا بتتوصلوا لينا ممكن من خلال البي او بوكس تبعتوا لنا الرساله او طلبات الصلاه بتاعتكم علشان نكون بنحطكم في الصلاه. وانا عندي ايمان وثقه وكلنا مع كل خدام الرب الموجودين عندنا ايمان وثقه ان ربنا هيكون بيعمل احلى معجزه في حياتك. امين. بس امين تكون بتثق في الرب وانت بتبعت طلبه الصلاه، قول له يا رب انا بتوقع معجزه، سواء طلبه صلاه مرض معين او مشكله معينه او عن الولاد، عن حياتك العمليه. عن حياتك العلميه، في اي مجالات من الحياه من فضلك ابعتوا لنا واحنا بنحطها قدام الرب. امين. انا بثق واؤمن ان كل حد دلوقتي بيشاهدنا عندهم ايمان الله هيعمل معاهم. امين. ويمكن اتكلمنا في الثلاث ايام. أمين. اللي فات او الاربع ايام اللي فاتوا ازاي تحصل على معجزه. اربع اللي فاتوا اليوم الخامس. اليوم الخامس بالظبط ازاي تحصل على معجزه. أمين. وانا واثقه ان ربنا هيكون بيكمل. معانا تليفون اخر قناه الطريق لقاء الروحي. الو الو بونسوار. بونسوار. أنا سارة. أهلا بيكي يا أختي سارة. كيفك؟ كيفك حبيبتي؟ منيحة. عاملة إيه؟ أهلا بونسوار أخت سارة، كيفك؟ كيف جوزك كمان؟ وجون جاشوا وابنك شربل منيح؟ آه زوجك الغالي شرفنا امبارح بمكالمة على الهوا، بشكر جدا. امبارح أو أول امبارح تقريبا. كريستيان. الخط قطع يا اختي ساره، معلش تعودي تتصلي بينا مره تانية، حابين نكون بنسمع صوتك وبنسمع المشاركه بتاعتك معانا النهارده. رجعت معانا. طيب اهلا فيكي يا اختي ساره مره تانية. بنسوار حبيبتي. اهلا بيكي. اتفضلي يا حبيبتي. رامتسك رامتسك اتفضلي. اهلا فيكي اتفضلي حبيبتي. انت قبات ماس خبرينا. اعتقد في مشكلة عندك في الخط. هو لو بينحط رقم امريكاني بيروح. رقم عادي امريكاني. رقم ممكن تتصلي فينا في رقم امريكاني عندنا 626-359-5222. هذا لو بينحط على الهواء كمان كتير بيتصلوا ببلاش عليه. يا لو تقدري تكوني بتشاركينا من خلاله يبقى حلو قوي. الو الو اتفضلي. الو بونسوار اسيس كيفك؟ اهلا فيك اهلا فيك اتفضلي. انا بدي اعطي هيك كمان اختبار، اختبارات كثيره. تفضلي تفضلي يا اختي ساره. انا كان يعني هيدي صارت من زمان يعني السنين. فضلي. أنا كنت وقتها بلبنان يعني قبل ما أتزوج. أوكي. كنا هيك عم نمر فترة هيك ضيقة مادية يعني. وقتها وأنا بلشت صلي كل يوم وكرمال هيدا الموضوع إنه كان بدنا هيك مبلغ معين. آمين. كرمال الأجار والدفعات كان في مبلغ معين براسي وقتها. آمين. بلشت صلي وبلشت يعني اعمل ديكلاريشن، شو بيقولوا بالعربي؟ اعلان. بلشت اعمل ديكلاريشن انه لحد هيدي
تاريخ لازم يكون هيدا المبلغ مدفوع يعني عندي، لازم كنت عم صلي هيك. امين. وكان في كان في كابلز من امريكا جايين يخدموا بلبنان وقتها. عم نسمعك، ايه تفضلي. عم نسمعك، عم نسمعك. يا ريت تسمعينا اخت ساره من التليفون مش من التلفزيون. ما تسمعينا من التلفزيون لانه في فرق بين التلفزيون والتليفون. اسمعينا بس من التليفون ووطي التلفزيون على الاخر. اتفضلي اتفضلي يا اختي ساره. عم ينقطع الخط. معلش معلش حبيبتي، احنا معاكي سامعينك، اتفضلي. وقتها كان في هيك كابل من امريكا جايين بلبنان يخدموا بالكنيسه. اتصلوا في انه جايين يزورنا وهيك. اجوا لعنا على البيت، قالوا هن كانوا عم بيصلوا، يعني هن كانوا كابل شي عمرهم 70 سنه. كانوا عم بيصلوا بالبيت مع بعض. قبل ما يجوا على لبنان كان في مره بامريكا عطيهم مبلغ معين، قالوا بس تروحوا على لبنان انتوا بتعملوا شو ما بدكم بهالمبلغ، تتبرعوا بالكنيسه وتعطوا لحدا. هن بلشوا يصلوا بلبنان انه لم شو رح نعمل بهيدي المصاري. هن عم بيصلوا، الرب فرجيهم انا. امين. انه يدفعوا هالمبلغ لإلي. امين. والمبلغ بالضبط. هللويا. بالضبط شو عم صلي انا. هللويا. ولا دولار ناقص ولا دولار زياده، نفس المبلغ. امين. هللويا. هيدا الرب. هيدا الرب. انه كيف بيعمل عن طرق ما بنعرف نحن. بيبعت ملائكته اللي القسيس قال عليهم النهارده. بيبعت ملائكته، اصل طرق الرب غير طرقنا وافكاره غير افكارنا. زي ما حكينا امبارح حقيقي، يعني طرق الرب اللي هو عايز يكون بيستجيب لاولاده، بس هو بقى بيحدد الطريقه اللي هو عايزها، مش بطرقنا ولا بخططنا ولا بافكارنا، لكن بطرقه هو. امين. في اسم يسوع. امين. الو. ايوه معاكي حبيبتي، اهلا فيكي. في في عندكم وقت يا حبيبتي اعطي اختبار تاني؟ اتفضلي اختي سارة. ايه هيدي صارت انا وجوزي، كنا مع بعض بلبنان قبل شي سنتين. كنا هيك بالكنيسة، خلصت الكنيسة كان يوم الأحد، سمعنا انه في شخص عم يجمعوا مصاري كرمال هو مريض جلطة بالدماغ، عم يجمعوا مصاري بالكنيسة لألهم، هن من غير ديانة يعني مش مسيحيين. اوكي. وجوزي هيك يعني بلش انه يفكر شو رح يعمل بالموضوع، انه كلهم عم يجمعوا مصاري، قال انا رح روح لعنده على البيت وصلي له، هيك اجى من قلبه هيك. قلت هو بصلي وانا بترجم له لانه هو ما بيعرف عربي. رحنا عندهم بالبيت اخواته وامه هيك، هو كان يعني نايم. اسمعينا من التليفون اخت سارة، ما تسمعي التلفزيون. اوكي ركزي على التليفون بس، ما تطلعي على التلفزيون ولا على الانترنت. الخط بيقع وبيجي تقريبا، بترجع على طول. اوكي. هو تقريبا الخط وقع منها وهيرجع تاني. رجع تاني. الو. معاكي. الو. اتفضلي يا اختي سارة، اتفضلي. جوزي قال انه بنروح لعنده عند بيت، هو اجى من قلبه انه يصلي له لهيدي الزلمة، هو بيصلي وانا بترجم له. رحنا لعنده على البيت، وقت كان ابني عمره شي 6 سنين هيك، كان معنا يعني هو كان شاهد يعني شو صار. انه بلش جبنا الزيت من المطبخ، بلشنا نصلي له، هو كان مشلول نصفي ما فيه يتحرك ولا يحكي. جلطة دماغية. بلشنا نصلي له، وجوزي دهنه بالزيت. انا سألته انت بتآمن انه يسوع فيك فيه، هو بيسمع بس ما فيه يحكي، بس بإشارات واحد ايد واحد فيه يحركه. قلت له فيك تأمن انه يسوع فيك فيه يشفيك؟ بلش يحرك ايده يعني ايه بيآمن، وصار دموعه ينزل من عينه. واو.
ايه صلينا له صلينا له هيك اجى من قلبي، قلت له انت يوم كان يوم الاحد وقتها، يوم الاثنين انت رح تمشي شفاء كامل على الكنيسه، هيك ديكلاريشن عملت وقتها، اعلان. ايه اعلنت هذا اعلان. ايه ورحنا على البيت، ثاني يوم يوم الاثنين اجى تليفون انه هالزلمه الشفاء كلي صبح، هو لبس ثيابه وراح على الكنيسه. امين هللويا. امين امين امين. لغة إيمان. وبعد كذا يوم كل عائلته كلهم تعمدوا بالكنيسة وهيك قبلوا يسوع، قبلوا المسيح هيك. هللويا هللويا هللويا. ربي يبارك حبيبتي. حبيت أعطي اختبارات. أمين. شكرا ربي على شهادتك والاختبارات الجميلة، وقد إيه بتشجعنا إحنا شخصيا، وكمان بتشجع إخواتنا المشاهدين اللي بيشاهدوا حلقتنا اليوم. أنا بشكرك جدا لاتصالك ومحبتك يا أخت سارة، ودايما تابعينا وصلي لنا كتير، احنا كمان محتاجين صلاة واحنا بنصلي لكم كتير. أمين أمين. شخصيات رائعة. أمين أمين. ربي يباركها هي وجوزها وأولادهم. بس في شغلة مهمة لازم أقولها أنا. اتفضل. عن نعمان السرياني وعن كل شخص بده يكون خادم أو مؤمن ناجح أو أمين. كذا، ألا وهو مبدأ المثابرة. يعني مش ضروري إذا طلبة وما استجيبت على الفور نفشل. كان توصل قائد قديش سابر لوصل قائد الجيش. كل اللي نجحوا بسبب مبدأ المثابرة. الله يبارك الجميع ببركات عظيمة، ولكن من يتمتع بكل البركات؟ الذي يثابر. الكتاب يقول والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. يعني اللي بيخلص عنده صبر إلى المنتهى، بيقدر يصبر الى المتى. بس احنا ما بدنا نصبر. نحن ما بنحب الصبر، دايما مستعجلين، ما بنحب المثابره. نحن بشعراءنا بقول وصفوا لي الصبر فلقيته كلام وخيال. وقفوا هون. انه نحن ما عندنا صبر، ما عندنا مثابره. الكتاب بيقول ثمار الروح القدس محبه فرح سلام طول انات، صبر وداعه طول انات. فضروري المثابره. فهيدا راح عند ملك اسرائيل قال له مين خزع ثيابه ما فشل، رجع راح. الكتاب بيقول اسالوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. يعني ضلك اسال وضلك اطلب وضلك اقرع الى ان يفتح لك. امين. ما حدا عظيم غير ما عنده مبدا المثابره. كانوا كرما كل اللي حتى بنذكرهم بيذكرهم الكتاب. حتى المراه الفينيقيه، المراه الكنعانيه الفينيقيه اللي كانت بنتها مجنونة جدا، قالوا له اصرفها عم تصرخ ورانا، هي عم تقول له ارحمني يا ابن داود. قال له ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين اللي هو للشفاء هو خبز البنين ويطرح للكلاب، الأمم هن كلاب لأن بيعبدوا الوثن، وعم بيقولوا له اصرفها. قالت له أي سيد معك حق، والكلاب تأكل أيضا من الفتات الساقط من مائدة أربابها. التفت إلي المسيح قال له عظيم إيمانك يا امرأة. ذكرته يعني بوعد من العهد القديم انه لما تقطف كرمك وبتقطف محصولك خلي شوي مشان الغريب، اذا هو ماري الغريب يقدر ياكل منه. فتمسكت بوعد الرب، قالت له انت هيك قايل انه الفتات هدول الفتات اللي كانوا يتركون، نحن الكلاب تاكل من الفتات الساقطه. قال له عظيم ايمانك يا امراه ليكن لك كما تريدين. وبلحظتها شفيت بنتها. امين. كان عندها مثابره ما فشلت. المسيح علمنا المثابره شو قال؟ قال مين منكم عنده صديق اجى بالليل ضيف وروح عند صديقه بيقول اعطيني خبز يا عمي ما عندي خبز. قال بقول له يا عمي نايمين الاولاد وطي صوتك. قال ولكن بيضلوا يثابر. قال من اجل مثابرته يقوم ويعطيه وقال له يوعي البيت كله حيضلوا يدق. والمسيح علمنا عن قاضي الظلم، قال اجت الارمله اللي عنده في كل يوم انصفني من خصمي، انصفني من خصمي. قال وهو لا يشاء، ما بدي. قال ولكن رجع فكر في نفسه، قال لي الا تاتي كل يوم، لانه عم بيقذفها، تعي بكره تعي بكره وعم تجي، عم بتقول له مش انا رافعه دعوه، هن رافعين دعوه علي بدهم ياشرون الميراث تبعي، انصفني. قال لك لا يشاء، قال لا يشاء، قال مع انه انا، قال لك شو قال هو؟ قال كنت لا اخاف الله ولا اهاب انسان، لئلا تاتي هذه كل يوم فتقمعني انصفها. لكن المسيح قال انظروا ماذا يقول، قال الظلم. قال لأن امرأة مثابرة أعطاها، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا. قال وهو ينصفهم سريعا، ولكن لعله متى جاء ابن الإنسان يجد الإيمان على الأرض.
مشان هيك الكتاب بيقول ينبغي ان يصلى كل حين شو ولا يمال. لا ولا يمال، ما فيش ملل. ما فيش ملل. معنا تليفون قناه الطريق لقاء الروحي. الو الو، مساء الخير. مساء النور. سلام رب يسوع. سلام المسيح معاك حبيبتي، اهلا فيكي. معاك يا رب، وبشكركم، رب يبارككم على قناتي وانا بسمع لكم، وكثير مبسوطه ورب يستخدمكم اكثر. امين يا حبيبتي. وسلامي للقسيس الي، ورب يباركك وانت وعائلتك. شكرا شكرا. وعن جد انا بتابعك من زمان وعلى يوتيوب، وانا بتعلم منك الايمان الحقيقي والصلاه. امين. نشكر الله. نحن كنا ويكون الجميع متعلمين من الله. مين معنا؟ مين معي ومنين عم تحكينا؟ انا صراحه اسمي نزيره سيدو. اهلا بك. من وين؟ انا اصلي من سوريا. ايوه. وبس وعم بحاكيك من النرويج. من النرويج. اوكي اوكي. اهلا وسهلا. الله يسلمك. انا كنت اتواصل معك عبر الواتساب. مظبوط. باللبنان، وانت صليت لي وباسم رب يسوع. خبرينا انا حد في شي مره الرب عمل معك شي معجزه من خبرينا اذا شيء. صدقا صدقا اذا قلت لك، انا يعني كثير 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 اختبارات صار بحياتي. خبرينا وحده. اول شيء بدي احكي لك، انا من غير خلفيه. كمان. نعم، كنت انا بشهد عمل الرب بحياتي. امين. ورب دخل وغير كثير اشياء بحياتي. امين. انا كنت خلفيه يزيديه. اوكي. اوكي. نعم. وجيت على لبنان، وانا تعرفت على الرب واختبرت الرب. هاليلويا. من خلال اختي كانت ملبوسه بالارواح. واو. واخذوا على دكاتره كثير كثير كثير. انا ما رح اخذ وقتكم كثير، قد ما احاول اختصر. اوكي. وكثير كثير دكاتره حاولوا يفهموا وضع ما يعرفون، بس اخوه المؤمنين اولاد الرب يسوع المسيح رب يبارككم، اخذناها على كنيسه وصلوا لها وتحررت باسم رب يسوع المسيح. هللويا. هو الشافي والعافي، هو قادر على كل شيء. إلهنا إله حي. يا عم لغتها إيمان، لغتك إيمان. إيمان عم تحكي إيمان. أحسن منا يا عم. نعم نعم. إيمانه خلصها، إيمانك يخلصكم. نعم. إذا ربنا قال إذا عندكم إيمان عند قد بذر الخلدق. أيوة. تخلصوا، له لكل المجد. أمين. وأنا شفت بناء هذا الشيء، وأنا كان عندي إيمان بأيام سوريا، بس في شيء كان بيمنعني، وبشكر الرب جيت على لبنان وآمنت وسلمت. خبريني بنص دقيقة كيف آمنتي؟ خبريني باختصار. أنت كيف آمنتي؟ كيف الرب تعامل معي؟ الرب أعطاني موهبة الرؤية. أوكي. والرب أعطاني موهبة الشفاء. كمان. بس أنت كيف خلصتي بالأول؟ كيف خلصتي؟ كيف تعرفتي على الرب وخلص؟ أنا كان أختي قلت لك، أنا شفت هالشيء. أوكي. بس أنت شفتي أختك إيه كيف تحررت من الشياطين؟ تحررت وشفيت، وأنا قلت أنا سمعاني عند يسوع المسيح، بس أنا بدي أعرفه أشوفه. وخلال أنا رح مؤتمرات شفته، بس إنه أنا كنت أمرق بالمشاكل، قال يا رب أنا بطلب حضورك، أنا عندي هي مشكلة، أنا متكلة عليك تحميني، أنا كان عندي ديون رب استنجدت فيه، كان عندي مشكلة بالأمن العام. سدلك الديون؟ نعم. شفتي إنه الرب يستجيب، الله يهتم بالأمور المادية، يسد احتياجاتنا. يا ما هيدا اللي عم نقوله، هيدي أخت عم تشهد كمان. تفضلي. أستاذ أنا بدي كل العالم تعرف مين هو الرب يسوع المسيح، هو المخلص، هو الفادي. أمين. هو طريق الحق والحياة. أمين. ما في خلاص إلا عن طريق الرب يسوع المسيح. أمين. ونحن رحنا قناة 67 بلبنان، ورحنا حكينا وشهدنا وتسجيل ومؤتمرات. أنا بحكي علنا مثل ما أنا الرب نورني، وكنت عايشة بالظلمة أخذني عن النور. كنت أنا مريضة نفسياً، أنا اكيد الاف عالم عم تسمعكم، وبدي اياهم يسمعوا. مثل انا كنت مريضه نفسيا وعقليا، صراحه كان اكتئاب وكثير اشياء. امين. بس بعد ما امنت الرب يسوع رجعني. هللويا. يعني هللويا. ساكن الامي وعذابي،
هو وفادي وربي وإلهي مخلصي. امين امين. تركت كل شيء، احمل صليبك واتبع. انا تركت كل شيء، ما عندي غير طريق رب يسوع المسيح. امين. خليني اسالك سؤال، خليني اختنا، شو اكبر شيء تغيير عمله بحياتك؟ مع انه قربنا نختم الحلقه، بس قولي لي شو اكبر تغيير لما قبلت المسيح مخلص، شو عمل تغيير كبير بحياتك اكثر شيء؟ صراحه يعني في كثير قسيس، انا بهاللحظه انا عم بحكي معك يعني صدقني كثير كثير، في يعني مرض يعني حاولت انتحر. واو. نعم. قبل ما تقمني حاولت تنتحري؟ نعم، بس رب عطاني علامه وسمعت صوته بقلبي وعقلي. هللويا. قال لي انت بنتي. هللويا. دموعك عالي علي صدقا قسيس، لو في وقت كنت يعني قليلي لو... ليش جربتي تنتحري؟ صراحة من اكتئاب، ومن كنت مريضة، وبعد ما جيت من سوريا وضغوطات ومشاكل تصير معي، حاولت أكثر ما بدي الحياة. طيب بس لحظة شو عملت لتنتحري؟ بس تشوف إنه شو جربت طريقة يعني، بس هيك تشوف إنه إبليس شو استخدم طريقة صراحة. نعم إبليس حاول، أعطاني كثير عدد، أنت حياة أنت ولا شيء، أنت ما روحي انتحري، اتني حالك بسكينة. صدقا السيس عم اتني حالك بسكينة، اشربي شيء، اطلع الكنيسة، احاول اطلع الكنيسة شيء وقفني واعني الطريق، ارجعي انت مش محبوبة، ما حدا بيحبك، لا انت مغلوب مدعوس تحت اقدام يسوع. امين امين. هو سلطان الرب يسوع، نحن اولاد الرب، نحن مؤمنين. انا قال لي سلمت حياتي له، هو مالك على حياتي، لا انا بدونه ما فيني. والسيس تذكر انت بلبنان لما طلب منك، انت عب ان انت عب باسم رب يسوع انت عم بتقويني. انا عب بسمع الوعظات واليوتيوب، مدري بصير بعالم ثاني. انا حياتي هيدا الرب، هيدا مش انا، هيدا كلمته، قال الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياه. لو عم تسمعي كلام الي كرم ما كنت تغيرتي، ولكن كلامه هو اللي غيرنا، كلمته هي كسيف وكمطرقه. يا ريتني من زمان من زمان تعرفت على الرب، من 10 سنين 15 سنه تعرفت، معني كل حياتي مع رب، ولاده جديده مع 3 سنين انا مع رب يسوع. قد ايه لك مؤمنه هلا؟ كم سنه ما سمعت؟ 10 سنين. لا مش 10 سنين، صار من سوري 2015. واو واو، 3 سنين. 3 سنين. بتقول يا ريتني كنت عرفت الرب من 10 سنين فاتوا. او انا بحبها لما مرتي بلا يا ريت تعرفت عليك كمان قبل ما اتعرف عليك، كنت حبيتك اكثر. اختي نظيره ربي يباركك. وانا حاب احكي شيء ثاني، ومن خلالنا من خلالنا انا منطقه كنت ساكنه فيها بيعود الزلقه، السيس بيعرف منطقه بيروت، من خلالنا اشخاص كثير امنوا وخلصوا سلموا حياتهم للرب وتعمدوا وصاروا اولاد الرب وبيخدموا كمان، وانا نحن كمان. هاليلويا. يعني بيسمعوا شخص من خلفية تانية، حظيرة تانية، قاعد عم بيحكيهم عن المسيح. بقول له يا عمي ما نحن مسميين حالنا مسيحية، أنت بتبشرنا. سيس أنا بس بدي ثانية دقيقة، أقل من دقيقة من وقتكم، وبطلب وأنا نام ربي عم بيستخدمني ويستخدمني هون أكثر، بس بدي صلاة عندي إخواتي بلبنان وأختي بتركيا وعائلتي بعضهم من أسينا وأختي في شوي ظروف وإبليس عم بيحاربهم، بدي اياكم تصلوا لهم باسم رب يسوع. امين امين امين. خليكي معانا، الاساس الي هيكون بيصلي لك دلوقتي حبيبتي. وانا كمان صلاه خاصه لي كمان. امين في اسم يا رب. بنصلي لاختنا نظيره باسم يسوع، انك انت تباركها وعظم عملك معها. بنشكرك لانك انت استجبت الصلاه ونقلتها الى النروج، اجعلها تتاقلم بسرعه واستخدمها هنيك، واجعلها بركه لخلاص كثيرين كثيرين. مجدك عليها يورا، اذكر كل اهلها واقاربها بتركيا وبأي مكان آخر، بلبنان، بسوريا، أقاربها في كل مكان. يا رب باركهم، احميهم، سد احتياجاتهم، قودهم إنه إلى معرفة الحق باسم المسيح والاختبار خلاصك باسم المسيح. مجدك على كل مشاهدينا ومجدك علينا يورا، ونشكرك لأنك سديت احتياجاتنا جميعا، مثل ما قال كمان أختنا سارة، سديت احتياجاتها، سديت احتياجاتنا جميعا بحسب غناك في المجد باسم الرب يسوع. سديت احتياجات المحطة، وبركل مين قرر يدعم هالمحطة باسم يسوع من عشوره وتقديماته، نعطيك المجد لأنك أنت أقمت 300 شخص يدعموا كل واحد بألف دولار لسد 300 ألف دولار، نعطيك المجد لأنك استشهدت باسم المسيح. والجميع قال معي آمين 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 آمين.
ربي يبارك. شكرا ربي يباركك. شكرا ليكي يا اخت نظيرة على اتصالك ومشاركتك واختبارات الرائعة اللي انت قلتيها دلوقتي، وامين الرب يكون بيكمل معاكي اكتر واكتر، والرب شايف قلبك الجميل وكل قلوب المشاهدين أمين. الجمال اللي معانا اللي بيشاهدونا. نورتنا قسيس الي. شكرا اخت رانيا بجد، ودايما الوقت الجميل بيمر بسرعة. ما قلنا شيء من اللي بدنا نقوله بس ماشي الحال. لا، في اسم يسوع القسيس الي هيكون معانا بكرة وبعده في اسم يسوع الساعة خميس وجمعة، خميس وجمعة واحدة ظهرا بتوقيت كاليفورنيا، وكل واحد بقى يشوف الوقت بتاعه على حسب البلد اللي هو فيه. الرب يكون معاكم ودايما دايما دايما خلينا نقدم دعوة. دعوة، اتفضل يا سيدي بسرعة. اتفضل. قبل ما بدي اروح الفرصة عليك، بدي اياك تختبر الاختبارات الاخت نظيرة واخت سارة وكل اللي اختبرناه كل واحد منا. اذا ما بتعرفوا رايح بعد الموت او اذا عندك اي طلبه واحتياج، بس بالاول خذ المسيح مخلص، لان شو بتستفيد لو ربحت العالم كله وخسرت نفسك؟ المسيح قال من امن بي ولو مات فسيحيا. خذه مخلص، قل له يا رب عرفني عليك، انا بتوب عن كل خطاياي، انا بعلن المسيح مخلص شخصي لي، بامن انه مات كرمالي، صلب كرمالي، وقام من اجل تبريري. بشكرك لانك كتبت اسمي الان عندك في سفر الحياه واعطيتني حياه ابديه من هاللحظه بالذات في دار النعيم. قولي له بسرعه وقولوا له بسرعه، قولي يا رب خلصني باسم المسيح واغفر خطاياي، امين. صدق انه رب خلصك، اعطاك حياه ابديه. اذا عندك اي احتياج اخر ما صلينا له، قل له معي، خلينا نتفق مع بعض، قل له يا رب سد كل احتياجاتي، اطلب من الرب شو بدك. قل له بشكرك لانك استجبت باسم المسيح واعطيتني. بنشكرك يا رب، بنصلي لكل اللي صلوا مشان توسيع تخوم، بركات روحيه وجسديه وماديه، مشان صلوا مشان بيوت واشغال، مشان يحصلوا على سياره جديده، مشان دفع اقساط المدارس والجامعات، تسديد ديون البيوت. يا رب نشكرك انك استجبت الكل، واعطيت اللي عم يصلوا لخدمات، اعطيتهم خدمات من عندك، واللي طلبوا مواهب عزف وتكلم بالسنه وترجمه السنه، اعطيت الجميع بحسب غناك في المجد. بركه على كل مين عم بيتابعنا هلا وفي الاعاده باسم المسيح، بركتك علينا وعلى احبائنا جميعا باسم المسيح، نعطيك المجد لانك استجاب. امين. 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 شرفتنا مره ثانيه يا سيس الي، وربي يباركك، ودايما دايما ربي يقودك من نجاح لنجاح واكثر واستمرار في الخدمه في اسم يسوع. مشاهدينا الكرام، جينا لنهايه حلقتنا، وبفكركم مره ثانيه لو حابين تكونوا بتبعتوا لنا طلبات الصلاه على البي او بوكس بتاعنا، هو زاوية تي في بي او بوكس 1677 دوارتي كاليفورنيا 91009، وده البي بوكس، عنوان البي بوكس بتاعنا، وتقدروا تكونوا بتراستونا عليه. الرب يكون معاكم، ودايما اذكرونا في محبتكم وصلواتكم ودعمكم للقناه حتى تستمر اكتر واكتر. الرب يكون معاكم، تصبحوا على الف خير وكله للخير. على عنادة إبليس، على عنادة يسكن بالقلب يسوع، على عنادة، على عنادة إبليس، على عنادة يسكن بالقلب يسوع، على عنادة، وإلهي دي عادينا ما يسلم له يقف بينا، وإلهي دي عادينا يملك بالقلب يسوع، على عناده يملك بالقلب يسوع، على عناده مهما يجيب الغراءات صورها بأحلى الحالات، نبقى احنا متيقظين نقاومها بالصلاة، مهما يجيب الغراض صورها بأحلى الحالات، نبقى احنا متيقظين نقاومها بالصلاة، ونقاومها بالصلاة، على عنادة يسكن بالقلب يسوع، على عنادة ما يسلم له يقف بينا، يملك بالقلب يسوع، على عناده يملك
بالفنجان وبالزهرات ولا واحد يعرف الأوقات اللي يضمن رب السماوات ما نوم إلا بالفالات بالفنجان وبالزهرات ولا واحد يعرف الأوقات اللي يضمن رب السماوات واللي يضمن رب السماوات على عناده يسكن بالقلب يسوع على عناده بين الأخوة والخوات ما يشتتنا لا هيهات حبنا يبقى للمامات ساح الحيلة والكذبات بين الأخوة والخوات ما يشتتنا لا هيهات حبنا يبقى للمامات حبنا يبقى للمامات على عناده ناخذ منا لافات نكسر لكل الحصون ولربنا نهتف بصوات الكرازة والخدمات ناخذ منا لافات نكسر لكل الحصون ولربنا نهتف بصوات ولربنا نهتف بصوات على عناد يسكن القلب يسوع في كتير طرق